مشاهدي كاميرا فريند ميديا في كل مكان، أكيد نحن في لقاء جديد وتغطية مختلفة من داخل صالة المعلم بالخرطوم لتغطية فعالية الحفل الخيري لدعم الفنان المبدع والجميل جدا ياسر تمتام من قبل مجموعة من الفنانين الجميلين لوقفة رائعة جدا ومبادرة مختلفة وجميلة. نتابع. ياسر العزيز وكلنا ياسر تمتام وعاجل الشفاء للأخ ياسر، وربنا يرده سالم وغانم لأسرته وأولاده إن شاء الله يا رب ويجعل الشفاء. فدعوة المسلم المسلم مستجابة، يعني العلاقة بياسر علاقة أخوية، غير إنه زول فنان في الوسط وزول صاحب صوت وزول صاحب كلمة مرموقة. بكل أمانة هذا يوم رائع، وكل يعني نتمنى من قلوبنا جميعا أن يتمتع الأستاذ ياسر تمتام بكمال الصحة والعافية، وأن ومن الجميل جدا أن يكون الوفاء يوم الوفاة لأهل العطاء. وياسر إنسان قبل ما يكون فنان وأستاذ في كلية الصفوة، ورجل مجامل من الدرجة الأولى، وتجلى مجاملته اليوم والأمس من كمية الفنانين، يعني المسرح ضاق بهم واي انسان داري يشارك. وانا بقول لي تمتام الصباح لو ما طل منك يبقى ما يغص الصباح، والفرح من غير عيونك بيبقى غايب وغير متاح، وبيبقى زي لحظات تعانق لوعة الاسى والجراح، وبيبقى باهت في ملامحه وقلبي للاحزان مباح، ويومي ما بتشرق شموس وصوته يملاه النواح. ياسر تمتام انت طعم الدنيا بيك، انت كل الانديا. نحن معلمين من ولايات السودان المختلفه، جمعتنا الصدفه في هذا الحفل الخيري للفنان العظيم، فنان الذي نحبه كثيرا نحن المعلمين يعني، وسعيدين جدا أنه نشاهد هذا الحفل الخيري، ونحن داعمين بالدعاء صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه يعود راجعا إلى الوطن، هذا الوطن الشامخ الذي ينتظر من أعمال تمتام كثيرا. يعني ده ديدان الفن، يعني الناس تتكاتف مع بعضها البعض وتقيف مع في الصغير وفي الحلو والمر، ده يعني موجود في عند الفنانين والرياضيين وحتى الأسرة بعد المعلمين، عندنا إحنا نفس التكاتف ونفس التعاضد، فنزل له الشفاء العاجل ويرجع لجمهوره الحبيب. والله يا تمتام بنحبك شديد يا أخي، ويعني الحمد لله أنت بترجعنا للغنى الجميل، يعني الزمن الجميل زي غنى الحقيبة، وربنا يشفيك.
لسه مكملين معكم تغطيتنا من داخل صالة المعلم عبر كاميرا فريند ميديا لهذه المبادرة الجميلة جدا لدعم الفنان المبدع والرائع ياسر تمتام. معنا اللجنة المنظمة عوض ساتي يحدثنا أكثر عن هذه المبادرة ومن أين أتت ومن الذين يقفون وراءها. مرحبا بك أستاذ عوض ساتي. في الحقيقة المبادرة جات في فترة وجيزة جدا بعد دخول الفنان ياسر تمتام في وعكة صحية كبيرة، وانطلقت من بعض المقربين والأصدقاء اللي هم فنانين وأصدقاء بالنسبة للأستاذ ياسر تمتام. هو طبعا أستاذ جميل وكان داعم لكثير من الفنانين، ومن هذا المنطلق آثروا الناس إنه يقدموا للفنان الجميل ده شكل فيه شكل من أشكال الدعم وكده. منول من الفنانين الدعم المبادرة وكان عنده السبق في التصدي لهذه المبادرة الجميلة والرائعة؟ والله فنانين كتار وقفوا حقيقة، يعني منهم سبيل المثال في الفنان طه سليمان والفنان مياد قمر الدين والفنانة إيمان الشريف والكثير على مثال الحصر وليس كده يعني. فنحن بنفتكر إنه دي مبادرة جيدة جدا وكريمة جدا، ودي بتعدد التعاون ما بين الفنانين وبتخلي الناس عبارة عن جسم متماسك، وإن شاء الله يعني يكون دائما يعني الفكرة دي فكرة مستمرة والناس تقف مع بعض والفنانين يكونوا متماسكين مع بعض. سؤال صراحة، كيف تلقى ياسر تمتام هذه المبادرة منكم؟ إحساسه كان كيف؟ والله هو كان سعيد جدا يعني، وحقيقة المبادرات زي دي بتسعد الزول وبتخلق فيه جو من الحماس والتشجيع، يعني هي عندها علاقة بالعامل النفسي، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يواليه بالعافية بالصحة والشفاء العاجل إن شاء الله. شكرا جزيلا لجنة المنظمة عوض ساتي، شكرا على هذه الإفادة الجميلة، كنت معنا عبر قناة فريند ميديا، شكرا جزيلا. أكيد مع تمنيات الصحة والعافية للفنان الجميل والرائع والمبدع جدا ياسر تمتام، بأن يعجل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل وأن يعود من جديد ليثري الساحة الغنائية بروائع الأغنيات الجميلة والرائعة. مستمرين معكم عبر كاميرا فريند ميديا. مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء. الليلة طبعا جينا في الحفل الخيري لأستاذ ياسر تمتام، ربنا يقوم بالسلام وربنا يديه الصحة والعافية. زول غامة في الوسط الفني وزول طيب ويستاهل كله خير، وبتمنى من كل المشاهدين أنه يدعوا له أنه يقوم بالسلام ويرجع لمحبينه بخير وسلام وعافية رب العالمين. للحديث أكثر عن هذه المبادرة الرائعة من قبل فناني بلادي الجميلين العظيمين، يتحدث إلينا عبر كاميرا فريند ميديا الفنان الجميل والمبدع جدا طه سليمان، يحدثنا عن هذه المبادرة. مرحبا أستاذ طه. مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين. في البداية حاب أشكر الجهة المنظمة للفعالية دي، وإن شاء الله دي ما حتكون هي آخر فعالية، لأنه المفترض نحن نكون مجتمع مترابط ومتماسك، ودي حاجة بسيطة في حق أستاذ جميل زي الأستاذ ياسر تمتام، وإن شاء الله المبادرات دي حتتواصل ما حتتوقف، ربنا يوفق إن شاء الله ويعين إن شاء الله. بس شكرا جزيلا. شكرا، الله يخليك.
فنان إنسان ومن هذا المنطلق الجميل يقول إفلاطون: يصبح الإنسان فنانا عندما يلامس الحب قلبه. فهذا هو حالنا جميعا كسودانيين، محبة بعضنا البعض. فمن المبادرات صراحة الجميلة والرائعة جدا اللي ابتدرها فنانين بلادي الجميلين الرائعين للوقوف مع زميلهم في محنته ومرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه بالصحة وبدوام العافية، وأن يعود للساحة الفنية من جديد، وأن يسرينا بروائعه وإبداعاته المختلفة. لحد ما نلاقيكم في تغطية جديدة وتغطية مختلفة من قناة فريند ميديا، تقبلوا تحياتي، مع السلامة. We'll be right back.